ازاي تحل الديالوج ده لجميع المراحل الاعدادي واي حد مش عارف يحل ديالوج يركز معايا يعرف يحله بطريقه سهله خالص. كل اجابه يس نو اعمل ايه يا مستر؟ اول حاجه اقول ورايا اروح ادور على الفعل المساعد. لو لقيته اعمل مقص. لقيته شي كان اعمل مقص. يبقى كان شي. حد فاهم من غير ما حتى لو مش فاهم معنى الجمله بتقول ايه؟ ها يبقى يس شي بيشتغل معاك كده. Studies English every day. عايز سؤال صح؟ في يس. ادور على الفعل المساعد. هل في ام وزوار وزوير واف وزواد وزود؟ طب كانوا كدوا ويلو ودوا شال وشد؟ مفيش. قال لي مفيش افعال مساعده. يبقى انا اجيب دو او داز او هي. قولوا يا جماعه رايي اروح ادور على الفعل المساعد. المساعد. لو لقيته اعمل مقص. ما لقيتهوش هدو او ديد او داز. ما لقيتهوش هدو او ديد او داز. طب هي فين هنا ام وزار؟ مفيش. طب اعمل ايه يا مستر؟ اجيب دو ولا ديد ولا داز؟ قول ورايا دو لو فعل فاضي. دو لو فعل فاضي. ديد دي لو في الماضي. داز لو اخره اس. اسمع دو لو فعل فاضي. ديد دي لو في الماضي. داز لو اخره اس. طيب يلا اقول ايه؟ داز. يلا ها شي مصدر. ليه مصدر؟ طالما حطيت دو داز وديد تجيب الفعل وراهم فين؟ بدون اي اذا ما داش يستدي. في مشكله؟ لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم طلاب حبايبي. النهارده ان شاء الله هنشرح ازاي تحل ديالوج ده لجميع المراحل الاعدادي واي حد مش عارف يحل ديالوج يركز معايا هيعرف يحله بطريقه سهله خالص. تمام. طيب عندي ديالوج في ثانيه وثالثه اعدادي بيجيب لي انك انت تعمل سؤال كامل او جمله كامله، فبيجيب لك عايز سؤالين ثلاث اجابات، فانا لازم ابقى عارف وانا بحل وانا هسال ولا اجاوب، هسال ازاي واجاوب ازاي. هو ده اللي هنعرفه النهارده. طيب عشان نعرف هاو تو فورم ا كويستشن ازاي نكون سؤال هنمشي بترتيب معين. نمبر 1 question word أداة استفهام. auxiliary verb فعل. subject فعل. main verb فعل أساسي. والrest باقي الجمل. بعد كده question mark question mark. يبقى أداة استفهام فعل مساعد فعل. قولهم لي غالبا كده. أداة استفهام فعل مساعد فعل أساسي باقي الجملة question mark. سريعا أداة استفهام أداة مع بعض ورايا وسريعا أداة استفهام فعل مساعد فعل فاعل فعل اساسي فعل اساسي. طب اتوضي يلا ولا باقي الجمله كويستشن مارك باقي الجمله عايز اقولها يا محمد. طيب اول حاجه اهو قال لي بص اداه الاستفهام زي مين؟ قال لي زي ما او ماذا. يعني ايه ما او ماذا؟ وات. اسمع تاني ما او ماذا؟ وات. وبنسال عن الاشياء. بتسال عن الاشياء. بتسال عن الاشياء. طب شاطر قول لي متى يعني؟ أفكبير إن بتسأل عن الزمن. بتسأل عن الزمن. بتسأل عن الزمن. بتسأل عن الزمن. طب أين يعني؟ وير. بتسأل عن بليس يعني مكان. طيب هاو يعني كيف. بتسأل عن إيه؟ الحال أو العمر أو الطريقة أو المواصلة. طيب شاطر قولي إيه تاني؟ وات وين وير واي يعني واي. لماذا اختارها؟ لما عن السبب. لما الاقي كلمه بيكوز او الاقي كلمه تو او از او از كل ده بيسال عن واي. طيب شاطر اللي هاو بقى خش معايا. هاو هاو ميني يعني كام العدد. تسال عن العدد. طب هاو ماتش كله موجود عندك في الورقه. كام الثمن او كام الكميه. خلاص مش عايز كلام يا جماعه. هاو لونج كام المد. كام المد. ها هاو اوفن كم مرة. ايه تاني؟ ها عندي وات تايم يعني مال ايه؟ مال وقت. ويتش يعني ويتش اي او ايهما للاختيار. عندي هو يعني لمن. من للايه؟ من للعاقل. عندي هوز ملك من. عندي ادوات كتير قوي بس دول اهمهم. صلى على رسول الله. طبيعي ان انا هبتدي بقى استفهام. طيب اي جمله عاديه هبتدي او اي سؤال عادي هبتدي استفهام. بس السؤال ده لو كان الجمله اللي تحت
اولها يس او نو يبقى انا هبتدي بالفعل المساعد بتاني حاجه على طول. تاني يا شباب يبقى انا امتى اعمل سكيب للاداه استفهام وابتدي على طول بالاوكسيلري فيرب؟ لما يكون الاجابه فيها ايه؟ يس او نو. لو كان فيها يس او نو اعمل ايه؟ ابتدي بفعل مساعد. ابتدي يا شباب فعل مساعد يس او نو او شور او اوف كورس. طيب حلو ماشي يا مستر. ده غالبا بقى تعالى نمسك النوع الاولاني من السؤال ده. لو انا جيت قلت لك مثلا ايه؟ صلى على رسول الله. لو جيت قلت لك مثلا اهو يس شي كان ستاد، مش هنا يا شباب، في هنا يس. يبقى انا هعمل سكيب لاداه استفهام. هسه بس فهم؟ لا لا معها مش هي خالص. ابتدي بالايه؟ بالاكزيلري فيرب. الفعل المساعد بينقسم لاربع اقسام. قولوا ورايا: فيرب تو بي، فيرب تو هاف، فيرب تو دو، والافعال يا ناقصه، والافعال الناقصه، والافعال الناقصه اللي هي المودلز. اسمع تاني: فيرب تو بي اللي هو ايه بقى؟ في البريزنت ام از ار، والفاست ووز وي، ام از ار ووز وير، ام از ار ووز وير. عشان نحل كتير النهارده ها. طب الفيرب تو هاف، هاف وهاز وهاد، هاف وهاز وهاد، هاف وهاز وهاد. طب الفيرب تو دو، دو داز ديد، دو داز ديد. يبقى كده دول مضارع وده ايه؟ ماضي. طيب المودلز ايه هي؟ كان وكود، كان وكود، ويل وود، ويل وود، شال وشود، شال وشود، مي مايت ماست، مي مايت ماست. مين اللي سريعا؟ كان وكود، ويل وود، شال وشود، مي مايت ماست. اسمع بقى دي اسمها مودلز. مين اللي بقى؟ يبقى فيرب تو بي هو بسرعه فيرب تو هاف، فيرب تو دو، المودلز كان، كود، ويل، وود، شال، شود، مي، مايت، ماست. حلوه قوي. لما كل اجابه يس ونو اعمل ايه يا مستر؟ اول حاجه اقول ورايا: اروح ادور، اروح ادور على الفعل المساعد. لو لقيته اعمل مقص، لقيته شي كان، اعمل مقص. يبقى كان شي. حد فاهم؟ من غير ما حتى لو مش فاهم معنى الجمله بتقول ايه؟ ها يبقى يس شي بيشتغل معاه كده. ستاديز انجلش افري داي. عايز سؤال صح؟ في يس. ادور على الفعل المساعد. هل في ام ويز وار ووز وير واف واز واد ووز وير؟ طب كانوا كود ويل وود وشال وشد؟ مفيش. قال لي مفيش افعال مساعده. يبقى انا اجيب دو او داز او هي. قولوا يا جماعه رايي: اروح ادور، اروح ادور، اروح ادور على الفعل المساعد. المساعد لو لقيته اعمل مقص، لو لقيته اعمل مقص. ما لقيتهوش هدو او ديد او داز، ما لقيتهوش هدو او ديد او داز، طب هي فين هنا ام وزار؟ مفيش. طب اعمل ايه يا مستر؟ اجيب دو ولا ديد ولا داز؟ قولوا ورايا: دو لو فعل فاضي، دو لو فعل فاضي، دو لو فعل فاضي، دو لو فعل فاضي، ديد دي لو في الماضي، ديد دي لو في الماضي، داز لو اخره اس، داز لو اخره اس. اسمع: دو لو فعل فاضي، دو لو فعل فاضي، ديد دي لو في الماضي، ديد دي لو في الماضي، داز لو اخره اس. طيب يلا قول ايه؟ داز. يلا ها شي مصدر. ليه مصدر؟ طالما حطيت دو داز وديد تجيب الفعل وراهم فين؟ بدون اي اذا ما داش ستادي. في مشكله؟ لا. يلا الشاطر اللي بعد كده الفاعل انا وانت وهو وهي. الاي والوي دايما نحولها الى يو. طب الشاطر اللي الماي تبقى يور والعكس طبعا. طيب الشاطر اللي اي ام بنحولها الى ار يو. لايه؟ Are you? I was نحولها ل where you، نحولها لإيه؟ Where you. في تحولات تانية كتير، ولكن بقى تعالى هنركز على الأهم النهاردة عشان نحل كتير. أهم حاجة عملي بقى يا مستر. طيب الفعل الأساسي زي يلعب، يجري، ينام، يعوم، كل ده يبقى حسب الزمن الجملة، حسب زمن الإيه؟ الجملة. الجملة بتاعتك كده هتاخد السؤال بقى منها، حسب زمن السؤال. أنا عايزك تحط قاعدة في دماغك، عشان تعرف تحلها لازم تقرا اللي تحتها عشان تعرف تحلها. الصح انك تقرا الديالوج من اول لاخر وتترجم وتحل وتعرف تكوين سؤالك. طب يا مستر ما عرفتش اترجم، ما عرفتش احل، ومش عارف حاجه في الديالوج، ومش بعرف احل، وده عقده حياتي. هتحل وانت مغمض دلوقتي حتى لو مش عارف بيتكلم عن ايه، حتى لو مش عارف بيتكلم عن ايه. ده تكوين السؤال. عارفين تكوين الجمله؟ بيبتدي من اول الفاعل. يبقى انا عايز فاعل وفعل ومفعول، فاعل وفعل وايه؟ مفعول. تعالى اوريك ازاي. كل اللي انا قايله ده بخط ايدي في الورقه دي، في الورقه ايه دي. اتفضل يلا مع بعض. طلع معايا يا باشا النهارده نحل 10 ديالوجات من كتاب، من مراجعه نهايه كتاب المعاصر. خلاص فيها 10 ديالوجات هنحلهم سوا مع بعض. اول حاجه بيقول لي ايه؟ يوسف. احنا في بيج، خليها بيج نمبر 1.
بيج نمبر 1 ها نمبر 2 مكتوبه تحت 2 صح مكتوبه 2 يلا حل وريني شطارتك ماشي ماشي هتلاقي من الاول يلا حل وريني ايه شطارتك يلا مع بعض يلا حل وريني شطارتك انا بقى عايز واحد يقول لي مثلا يا مستر انت قلت لي لو انا ما عرفتش اقرا هعمل ايه لو انا مش عارف اترجم معنى كلمه برضه هعرف ايه احل طب وريني ازاي يا عم هقول لك اهو يا سيدي انا اول حاجه انا بص وانا بحل كده بسم الله الرحمن الرحيم جالي الديالوج خلي بالك معايا عشان ساعات ممكن يجي ديالوجات رخمه شويه فانا ما اعطلش جالي ديالوج اقول له بقى do you have a daily routine طب انت حافظ معايا daily routine طب افرض انت نسيت ناس الكلمه ومش عارف اعمل ايه يا مؤمن ايوه ماشي do you have وانت رحت في واحد غبي وراح مكرر نفس السؤال وعمال يكرر بيلعبك طب وليه ما الموضوع سهل وانا هسال ولا جاوب في اول نقطه عشان عندي ديالوج فيه سؤالين وثلاث اجابات انا اول حاجه هسال ولا اجاوب مستر اشرف قال لي الاجابه دي بتبدا من اول الشخص يعني ماليش علاقه بس فاهم ماليش علاقه بفعل ايه اجيب الشخص ده من السؤال اللي هو اليو يرجع يبقى يقول له يبقى انا لما اجي احل دلوقتي هتقول لي المنديل فين لما اجي احل دلوقتي هبتدي من اول ايه يا شباب ركز معايا بقى كده يلا عشان نحل ها واحد هبتدي من اول اي اليو حولتها لاي صح كده قال يا مستر بس خلي بالك انت نسيت حاجه مهمه قوي حد يعرفها ايه ان هو سائل بفعل ايه يبقى اجابته يا مستر ما انت لسه قايل له اي سؤال بيبدا بفعل مساعد اجابته بايه يس او نو اي اجابه بيس او نو يبقى السؤال بفعل ايه يبقى انا هحط حاجه قبل اي دي قال لي يا مستر يبقى هتعمل ايه قال لي بص بقى مش هنا بيقول لي do you have a daily routine مش هو سأل معايا بدو يبقى الاجابه بيس او نو لو قريت اللي تحت قال مش عارف بصحى الساعه 6 ونص يبقى هو يس ولا نو يس يبقى هقول يس واعمل مقص يس اي دو صعبه الاجابه المختصره بتاعت يس السؤال بقى يا ضحى قلت لك ترجمي طب اللي بعدها حد يعرف يقول لي عارف بقى هنا قول لي بقى هسال ولا جاوب هسال بدات استفهام يوسف ولا فعل مساعد ليه عشان مفيش يس وايه كل تعبك في اداه الاستفهام ده بقى اللي محتاج انت تركز فيه شويه لقيت مكان يبقى وير لقيت زمن يبقى وين لقيت شيء يبقى وات ها يلا يا شباب هنا بيقول لي 6:30 in the morning ده وقت يبقى ايه بس لو انت حطيت وين انت خلصت ايه الموضوع سهل قوي كده والله كده خلص اهو ليه بقى الباقي سهل اروح ادور حط بقى بعد ما حط استفهام احفظ الاغنيه اروح ادور على الفعل المساعد لو لقيته اعمل مقص ما لقيتوش هدو او ديد او ضد طب هنا في جيت حط على قطعه ده الفعل اهو هل في اموز وار وزور مفيش يبقى جيب دو ولا ديد ولا دز دو عشان جيت هنا ايه فاضي مصدر ها يبقى دو والاي تتحول الى يو يبقى انا بمشي كده اهو دو جبت دو ده من دماغي بجيب الجمله من تحت اطلعها فوق بقى بس احول الضمائر الاي والوي تحول ليو الاي ليه الاي بتحول يو واحد بيقول لي انا اسمي محمد تقول له انت اسمك ايه انت واحد يقول له انت اسمك ايه يا محمد فاهم ازاي انت اسمك ايه يا محمد سالك اهو هل انت محمد انت محمد تقول لي نعم ايه نعم انت محمد ولا نعم انا فانا بسالك انت فتقول لي نعم انا هو انت رحت ايوه انا رحت فاهم ازاي يبقى انت تحول انا يبقى بيقول له هنا اهو do you have a daily routine yes i do سأل سؤال when do you get up السؤال بقى هو انت ينفع تقول له 6:30 لا يعني واحد بيقول لي اسم محمد تقول له انت اسمك ايه يا محمد فاش اللي بعد ها يسال ولا جاوب بسرعه هيجاوب مين اللي يقول لي بقى من غير ما يقرا الدايلوج اهو انا مش عايز يعني من غير اترجم يس او نو ها دو يو ميك بريك فاست راح قال له حاجه بس احنا اتفقنا عشان نحلها نقرا ما ممكن نو برضو يا جماعه فراح قال له ايه نو ات ماي مام اولويز ميكس ات فور مي امي دايما اللي بتعمله لي يبقى يس ها يبقى نو فهمت ازاي لازم تقرا تحتها يبقى نو اوعى تخدع يبقى نو اي دونت طالما نو تحط النقطة على طول نو اي دونت ما ينفعش نو اي دو طبعا لا ايوه ها ما ينفعش هيسال ولا جاوب؟ قال له ماي مام اولويز ميكس ات فور مي دايما امي بتعمله امي دايما بتعمله لي يبقى مين؟ ليه هاو اوفن؟ طيب ما تخليك تقولي من الذي يعمل لك الفطار؟ من يعني ايه؟ عارف بقى مع هو طالما مفيش ويز رايح مع حد ولا بيعمل حاجه مع حد ممكن تحط هو مكان الفاعل وتكمل يعني انت ممكن تقوله كده هو ميكس ات فور يو مين اللي بيعمله لك يبقى انا عندي المي تحولت ليو المي
كمفعول تحول ليو. مستر ينفع اوفن برضه؟ يبقى هو ميكس ات فور يو. هاو اوفن ايه؟ بس هو ما قالكش امي. لو انت هتقول له بقى في الجمله فوق نو اي دونت ماي ماذر، بس خلاص هتقول له هاو اوفن ليه؟ هتقول له هاو اوفن داز يور مام ميك ات فور يو، تمشي ما عادي يعني صح دايما تعمل. طيب هاو دو يو جو تو سكول افري داي؟ ها خباك دايلوج ليه كذا اجابه عادي يعني. هاو دو يو هاو، انا هجاوب الاسئله الاول، هجاوب على 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 سؤال بفعل مساعده بس فهم. طب تقول لي هاو يعني ايه هاو؟ تسعى على الطريق او المواصلات او الحال او الكلام ده كله صح؟ ازاي بتروح المدرسه؟ يبقى تقول له باي باص. طب انا بقى عايز اقول جمله كامله، اشيل ها واشيل دو واحول يو الاي من اول الاي كده، بقى اقول اي جو تو سكول، وتقول له بقى الاجابه باي باص. صعب يا جماعه اقول دايلوج؟ خش على الدايلوج اللي بعده بسرعه يلا. Are you ready for tomorrow's English؟ والافضل بقى الطالب الشاطر بقى، انا كده خليتك تحل دايلوج حتى لو مش عارف تقرا معناه، مش عارف تترجمه، لكن هنا بقى المفروض انت الصح تعمل ايه؟ تترجم من اول كلمه لاخر كلمه. يلا يا شباب، بيقول لي هنا ايه؟ فادي از اسكينج ياسر، خلي بالك معايا ايه رد دايلوج من اول اخر. فادي از اسكينج ياسر اباوت ذا كمبيوتر هي بوت، بيسالوا على الكمبيوتر هو اشتراه. يبقى انت لو حبذا بقى لو بتترجم الدايلوج كله وتقراه كله تاخد فكره وبعد كده تحل كده انت برنس. ما عرفتش برضه هتحل ازاي بقى؟ بالطريقه اللي قلت لك عليها. وير وير يو يسترداي؟ ليه بقى الديالوج وانا كاتب لك كده المحادثه اصلا مجاوبه نفسها، وعشان تعرف تحلها تقرا اللي تحتها. خلاص يبقى تاني المحادثه مجاوبه ايه؟ نفسها. ليه بقى؟ بيبقى غالبا بيقول لك الاجابات اصلا فيها. بص فادي از اسكينج ياسر اباوت ذا كمبيوتر هي بوت، بيسالوا على الكمبيوتر اللي هو اشتراه. فادي بيقول له وير وير يو يسترداي، كنت فين امبارح؟ هيقول له حاجه، قال له اد ذا كمبيوتر شوب، وعمل له علامه تعجب. طالما بيعملوا علامه تعجب على حاجه يبقى هو قالها. انت كنت فين امبارح؟ فيقول له حاجه، قال له محل الكمبيوتر، يبقى هو قال له ايه؟ محل الكمبيوتر. هقولها ازاي بقى؟ هجاوب اللسان. انا عارف اتعامل، اجاوب اللسان. هجاوب يلا. في فوق فين مساعد على طول؟ فين؟ ده وير. هو ده فين مساعد؟ يعني هجاوب بيس ولا؟ لا لا اجاوب جمله عاديه دي بالشخص بالفعل. مين الشخص اللي انا هجيبه؟ فين هنا الشخص؟ يو. يرجع يبقى ايه؟ اي انا. والاي اي ينفع تاخد وير؟ امال ايه؟ ووز. مش احنا اتفقنا اي ووز بتحول لوير يو والعكس؟ يبقى اي ووز. ها اي ووز وبعد كده اجيب الجمله من تحت بقى ات انا كنت في ذا ها كمبيوتر ذا كمبيوتر ايه شو. نمبر 2 هيسال ولا هيجاوب؟ هسال. الاجابه تحت بيسونو يبقى عايز اداه ايه؟ استفهام. بدي بيقول لي تو لكي، عامله زي بيكوز، عامله زي بيكوز وعامله زي از، مستشرف قال لي اهو. يبقى اقول له لماذا؟ لماذا يعني ايه؟ واي. مستر انا اقول واي بس وخلاص؟ خلاص كفايه. ايه ده؟ يعني ممكن اعمل كده مع واي؟ ايوه. طب انا راجل شاطر وعايز اكمل يا عم. اجيب منين بقى؟ مفيش فعل مساعد، ده بادئ دي الاجابه وانت قول لي قايلت لي ما بجيبش حاجه من الاجابه. قال لي ماشي هجيب من اللي فوق. واي وير يو at the computer shop. ليه انت كنت في محل الكمبيوتر؟ فهمنا؟ طيب هيسأل ولا هجاوب؟ مصطفى اتفضل، هيسأل ولا هجاوب؟ نمبر 3 هيسأل بأداة استفهام ولا فعل مساعد؟ ها؟ فعل مساعد. ليه؟ عشان في يس. طب ادور عليه، اروح ادور على الفعل المساعد، لقيته يا بيه لقيته؟ في هنا ام ويز وار ويز وير؟ هاف واز واز دو مفيش صح؟ يبقى دو ولا ديد ولا؟ طب ابص على الفعل يوز يبقى دو. لو كان يوزز طب لو كان يوزد في مشكلة؟ معايا يا حبيبي؟ يبقى اقول هنا ايه؟ دو. الاي تتحول لايه؟ يو. يبقى دو يو يوز ات ويل. نعم. طب لو جاب لك ايه؟ وير اين؟ انا جاوب احط مكان من دماغي. سالك بمتى وين هتحط زمن من دماغك. سالك بهو من هتحط شخص. سالك بها وكيف هتحط وسيله مواصلات. هجاوب على الاداه فاهم؟ يبقى لما يسالني باداه استفهام هجاوب على اداه استفهام. يسالني فين مساعد جيب يو سنو. خلاص؟ يعني بص اللي بعدها اهو هجاوب ولا اسال؟ نمبر 4 هجاوب. هجاوب على استفهام ولا فين مساعد؟ اجاوب على الاداه بقى. هو ده يعني من العاقل يعني. هجاوب على هجيب له شخص من دماغك. بقول لك هو توت يو هاو تو يوز ات، مين علمك تستخدمه؟ ها؟ ماي فاذر. خلاص خلصت.
طب عايز اكمل اقول ماي فازر توت. حاول الضمائر اوعى تنسى توت بدل يو تبقى توت مي لان ده مفعول. ها ماي فازر توت مي هاو تو يوز ات. مين اللي فاهم؟ طب مين اللي حل نمبر 5؟ هجاوب ولا اسال؟ يا زياد هحل والله يا زياد حتى لو مش عارف اقرا هجاوب يعني مش عارف اترجم يعني. ها كان اي ها هجاوب هجاوب ازاي؟ بادئ بكان فعل مساعد ولا استفهام؟ طب اي اداه استفهام اقولها دبليو اتش عشان رايحك او اتش او دبليو لو مش حافظهم يعني. فعل مساعد يبقى كان فعل مساعد جاوبته بايه؟ اجابته بتبقى بايه؟ يلا ها كان اي يوز ات وين يبقى ايه؟ يس والاي تحول لايه؟ يو يو يبقى يس يو ايه؟ كان. في مشكلة؟ هات البيج نمبر 3 ده اللي يقول بعد الرابع. ايمن از اسكينج نادر اباوت وات هي ديد يسترداي بيساله عمل ايه امبارح. يلا مين اللي يحل معايا؟ يلا بقى كده نشغل نزله شويه. هاو ديد يو جو تو سكول نادر يسترداي. هاو ديد يو جو تو سكول يسترداي نادر. اللي هيقول لي ازاي بحل وهحل ازاي ما قلتلكش ترجم لي يعني انت اي حد يعرف يحل اهو. مستر انا هجاوب هعمل كذا 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 تبقى انت طالب ممتاز. ها اتفضلي يا سلمى. انت قلت اجابات على طول. انا مؤمن دلوقتي مش فاهم الاجابه. برضو قولي لي كده يا مستر انا هنا هجاوب. هجاوب بقى ده استفهام. هجاوب على سؤال بس فاهم ولا على سؤال بفعل مساعد؟ بس فاهم. هجاوب اجابه عاديه مش بيس ونو. طيب اجابه عاديه بقى يبقى انا ولو هاو كيف يبقى تساله بقى هاو كيف تسعى عن الطريقه او المواصلات او الحال. طب كيف ذهبت الى المدرسه؟ يبقى تقول له باي باص او باي كار صح كده؟ يبقى اقولها ازاي بقى؟ اي هي قالت لي اي حول شالت هاو ديد وحولت لاي اي هتقول لي اي جو؟ لا هو قال لي جو عشان في ديد فرجعت المصدر لكن هنا جمله فين؟ في الماضي. يبقى المود اي اي ايه؟ اي ونت اي ونت تو سكول انا ذهبت الى المدرسه باي باص. اوعى تحط حاجه قبل باص ولا ايه ولا ان ولا ذا. لو حطيت يبقى هتقول لي اون. يلا يا ساره. ذا فيرست ليسن ستارتد ات 8 o'clock. هيجاوب ولا يسال؟ هيسال. شاطره. هسال بس فاهم ولا فعل مساعد؟ بدات استفهام. شاطره عشان ما فيش تيست نو. طب تعرفي تجيبي لي الاداه اللي هسال بيها؟ اقول وات ولا وير ولا وين ولا مش عارف ايه؟ في وقت اكيد هنا. في 8 o'clock يبقى انا هسال بوين. بعد ما بحط وين اروح ادور على الفعل المساعد يا ساره لقيته عامل مقص موجود يا ساره؟ مش موجود. هنا ستارتد. وين ديد؟ يبقى ديد. واجيب الجمله من اولها يا ساره. ها ذا فيرست listen start start بس اشيل الاي دي. طب ينفع اقول الساعه 8؟ ما هي دي الاجابه. 3. مين اللي يحل معايا؟ هجاوب ولا اسال؟ شوف انا بحل ازاي. شوف الموضوع بقى سهل خالص. يلا يوسف. هاو ميني ليسنز كم عدد الدروس ديد يو هاف بيفور ذا بريك؟ ها اتفضل. شاطر. يبقى هشيل هاو ميني ليسنز ديد دي واقول اي وهجيب الماضي من هاف. ليه هجيب الماضي من هاف؟ عشان في جمله فيها ديد. يبقى اي هاد. وتقول له بقى قد ايه كام ليسون مثلا؟ 5. ها ليسونز بيفور ذا بريك. بريك بس فسحه. يلا مين حل معايا نمبر 4 بسرعه معايا؟ محمد وحيد. يس اي ديد ماي هوم ورك ايرلي. لو انت جدع يا محمد تقول لي هنا اعمل ايه في الجمله دي؟ هو انا هسال ولا اجاوب؟ بقى ده استفهام ولا فعل مساعد؟ بص اللي بيفهم فعل مساعد موجود تحت ولا لا؟ بص اللي مش بيفهم هو الديد هنا مساعد ولا اساسي؟ انا اعرف ايه مساعد يعني بتساعد مالهاش لازمه. بصوا معايا كده الجمله دي يا شباب. شي از بلاينج ده السبجكت الفاعل وده فعل وده فعل. ايه الفرق بين ده وده؟ ده فيرب تو بي اللي هو مساعد وده اساسي. ده لو استغنيت عنه الجمله تمشي ولا لا؟ تمشي. جرامر لا بس معنى تمشي صح؟ طب بصوا كده معايا. شي بلينج. فاكرين يا شباب الجمل دي؟ شي هاز ا كار. الاول شي هاز جوت ا كار. هاز هنا مساعد ولا اساسي؟ مساعد. هاز هنا مساعد ولا اساسي؟ مساعد. مساعد. لو شلتها حصلت على العربيه هي هتمشي المعنى صح؟ فانا ممكن تسال بيها. لا
لو قال لي يس اهو يبقى تقول لي ايه هاز شي جوت ا كار. طب بصوا كده شلت جوت هنا هاز بمعنى يملك كده بقت مساعد ولا اساسي؟ شيل هتعرف منين شيلها لو شلتها واثرت في المعنى يبقى ما ينفعش شيلها يبقى دي اساسيه عندي اهو كده شي ا كار هي عربيه تمشي يبقى دي كانت مساعد ولا اساسي؟ يبقى ما ينفع اساسي يبقى انا يا مستر اساسي يبقى انا ما عنديش مساعد وصلت لو شلت ديد في الجمله اللي عندك دي اي هوم ورك يبقى انا لازم اجيب فعل مساعد وصلت طب اجيبه ايه ما هنا ماضي يبقى اجيبه ايه برضو ديد اجيبه ايه ديد مين يحل الجمله دي الاول دي اسال هنا ازاي كاني ما في ما عنديش فعل مساعد داز هاف رجع المصدره طب خلي دي هاد ديد ديد يلا يا جماعه هو في الجمله بيقول لي كده يس اي ديد ذا هوم ورك يلا اسال بيه ديد ولايت هقول ايه وارجع ده الاصل يبقى ايه دو فاهمين يبقى ديد يو دو يور بس يا حبيبي يور هوم ورك نمبر 5 واتس اباوت ميتينج افتر سكول تومورو ايه رايك نتقابل بكره بعد المدرسه هتقول له ايه اي راي بقول لك واتس اباوت ترد عليه تقول له كده جود ايديا فكره جيده فكره يا شباب جيد او اي اجري ماشي انا موافق صح او شور ماشي اي حاجه من الحاجات دي تمام خلاص يلا شباب هات مارين دي كده شويه لو مش باينه تمام ماشي يلا شباب رامي سجستس جوينج رامي سجستس جوينج تو ذا سيتادل سيتادل اللي هي القلعه اقترح نروح الايه القلعه رامي بيكلم سامي بيقول ايه بقى هلو سامي واتس اباوت جوينج واتس اباوت انا لسه قايل لك يا حبيبه لما اقول واتس اباوت او هاو اباوت ده اقتراح برد عليه بايه اي اجري او جود اي دي ها يبقى له ايه رايك نروح فرح له مش عارف هناخد تاكسي يبقى هم هيروحوا يبقى جود اي اي اجري لا اسف مين يحل بعدها يوسف وي كان تيك ا تاكسي هيسال ولا يجاوب هسال بس فاهم ولا فعل مساعد شاطر مفيش يس ونو يبقى بس فاهم بيقول له هنروح بالتاكسي يبقى اس فهمت بقى ايه كيف كيف يعني ايه هاو بعد ما حطيت هاو انا خلصت على فكره كل تعبك معايا في حته هاو دي بس انك تجيب لي الاداه الموضوع سهل لقيت مكان اقول وير لقيت زمن اقول وين لقيت وسيله مواصلات اقول هاو لقيت تو او بيكوز اقول واي خلاص يبقى انا قلت هاو بعد ما قلت هاو خلاص الاغنيه بقى حاول خش على الاغنيه ادور فيلم ساعه لقيته يعمل مصر في في كان نعمل ماس بدل ويكند بقى كان وي عشان احنا اللي هنروح سوا ها هاو كان وي جو كيف ها او هاو كان وي ماش هاو كان وي جو تو ذا سيتادل نمبر 3 هيسر ولا جو يا شباب ستوب ستوب هيسر ولا جو بدا استفهام ولا فعل مساعد؟ بدا استفهام جدع طب هيسال بدا استفهام بيقول لي صلاح الدين صلاح الدين الايوبي بنى ايه؟ بنى قلعه هو اللي قال اهو بيلت ات بنى القلعه يبقى هقول له ايه؟ مين؟ ودايما معه دايما معه تحطها مكان الفعل وتكمل يبقى هو مكان صلاح واكمل بيت الجمله ولا اجيب فعل مساعد ولا اجيب فعل ولا الكلام ده طالما مش بسال على المفعول بس على الفعل يبقى هو على طول بيلت ات على طول مع هو بس ليها انفراديه بالموضوع ده هو بيلت ات مين بناها يلا مريم الواي ليه بناها فعلوا نقط قاهره عشان يعمل ايه في القاهره قلنا بيحمي يبقى نقول ايه تو بروتكت هات مثلا تو بروتكت كايرو لكي يحمل قاهرة خليك تو بقى عايز تقول بيكوز هي وونتد تو بروتكت كايرو اوكي طيب
is it is it. يلا يا مريم هجاوب ولا يسأل؟ هجاوب. هجاوب على سؤال بادئ بايه؟ بأداة استفهام ولا فعل مساعد؟ ما هو اللي هيديني مخه النهارده ويحصل مخه كده ويشتغل يبقى اداله خلاص مات عنده. هجاوب ولا اسال؟ هجاوب. بادئ يا زياد بيقول لي از، يبقى هي اجابته يا يس. هل فيها اما ستور از ات هيستوريكال بين، هل ده مبنى تاريخي؟ يس. واعمل مقص يبقى اقول ايه؟ يس ات از. مين اللي فاهم؟ بالله عليكم ده لسه صعب؟ لا آه. طيب الحمد لله. لو لسه صعب قول، لو لقيته سهل عندك اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. يلا باسم is advising رحمه، بينصح مين؟ رحمه. about her visit to the Egyptian museum، المتحف الايه؟ المصري. بيقول لها روحي زوري ايه؟ المتحف المصري. فهنا where are you going next weekend؟ انت رايحه فين الاسبوع الجاي؟ فراح تقول لها رحمه، هتقول له حاجه ركز بقى معايا كده. well the Egyptian museum is fantastic. يبقى هي راحه فين؟ طب انا عرفت ان هي هتزور المتحف المصري بس مش عارف اكتبها يا مستر اشرف. شفت السؤال؟ نزله بس شيل منه اداه استفهام، ولو كان في دو دز ديد شيلها. طب شيل منه اداه استفهام، مفيش دو ديد دز، اعمل مقص فاهم. يبقى انا هشيل ايه؟ هشيل وير. اصبر بس واحول الار يو، بس بحولها لايه؟ قلنا ايام بقى الناس تحفظ بقى. ها ايام going to، بس انا ما اقولش اي حاجه بقى كده. اجيب بقى الكلمه اللي تحت فوق. ها دي ايجيبشن ميوزيوم، متحف المصري ميوزيوم نمبر 2. بيقول لي هنا ايه؟ I'm going with my friends. انا رايح مع ايه؟ يبقى هتقول له ايه؟ مع مين؟ من؟ 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 هو برضه، بس هو هنا هتسأل عن الفاعل. اه ما هو ده. هو هنا هتسأل عن الفاعل ولا المفعول؟ مفعول جدع. يبقى هعملها ازاي؟ هجيب هو وفعل مساعد وفاعل. خلي بالك معايا في بتاعة صلاح الدين، قلت لي انا بسأل عن صلاح أول حاجة في الجملة. بصوا معايا جيل عشان في ناس هتلخبط من الحتة دي. مين الشاطر يقول لي دي؟ علي بلايد تنس، اللي يعمل الجملة دي يبقى برنس. وعلي بلايد تنس ويز احمد، ده من المجهول يا عم. مبني ايه وبتاع ايه؟ مين يحل معايا هنا السؤال ده؟ احله بهو ازاي؟ قال لي بص، هو علي هنا بيلعب مع حد ولا لوحده؟ فاسال عن الفاعل اللي هو اول حاجه في الجمله، فانا هحط هو واكمل الجمله زي ما هي. يبقى اقولها ازاي؟ هو بلاي تنس. مين لعب تنس؟ علي. عرفنا هو بتتحل ازاي؟ طب اللي بعدها عايز اسال هنا عن علي، برضه هعمل كده عادي عادي. هي هو بلاي تنس ويز احمد علي صح. طب عايز اسال عن احمد، يبقى انا لا، يبقى انا اقول هو وادور على الفعل المساعد، مفيش، اجيب ديد واقول علي بلاي تنس ويز، بس كده. ما انا هسال عن احمد بقى ازاي ويز احمد؟ فهمنا الفرق بينهم ايه؟ يبقى هو دي ليها كام طريقه؟ لو اسال عن اول واحد اشيله واحطه هو، لو اسال عن الاخر احله زي اي اداه ثانيه. خلاص يبقى هنا اهو هسال عن فريندز، عن فريندز. يبقى اقولها ازاي يا شباب؟ يبقى هو ديد ليه يا ابني؟ هو الايام هنا هتحول ايه؟ اسال هنا ار يو جوينج ويز، هو انت رايح مع مين؟ نمبر 3 هيجاوب ولا يسأل؟ مين اللي حل معايا؟ نسمع يلا. Do you know what you must do there؟ اه فقال له نقط what must I do؟ وانا طب انا اعمل ايه؟ يبقى هو عارف ولا مش عارف؟ بقول له هو انت عارف هتعمل ايه هناك؟ يجب انك تعمل ايه؟ فيقول له ايه؟ يس ولا نو هنا؟ نو نو اي دونت. وراح سأله سؤال قال له what must I do؟ ماذا يجب علي ان افعل؟ فراح يقول له حاجه. وبعد كده هيسأله سؤال تاني قال له also you mustn't run there or touch the objects، برضو أيضا ولا لا يجب عليك أن تجري أو تلمس الأشياء. يبقى هو قال له إيه؟ مش هتقول له you must، هتقول له كده you must، إيه دي من عندك بقى، دي محتاجة ذكاء بقى. keep the objects، إنك تحافظ على الحاجة دي. ها طب ممكن أقول له you mustn't touch anything، you mustn't take photos. ها طب يو ماست مثلا بي كوايت، يو ماست بي كوايت، يجب انك انت تكون ايه؟ هادي. فاهمين يا شباب؟ ممكن كل ده يمشي.
هيسأل سؤال قال له also وأيضا you mustn't run there يبقى هيقول له إيه وماذا لا يجب علي أن أفعله هيسأله ها يقول إيه what خليك must بقى what mustn't I do يعني what mustn't I do ما الذي لا يجب أن أفعله شطار أول شباب آخر صف هاي محمد what does your father do what does your father do yes يوسف is asking محمد about his father's job بسأل عن وظيفة أبوه هاي محمد what does your father do أبوك بيعمل إيه بيعمل إيه هيقول له حاجة أنا ينفع أحلاق المرة تحتها واحد يقول له أبويا مدرس وفي الآخر يقول لك إيه هو بيشتغل في المستشفى إزاي هو تحت بيقول له he works in a big hospital يبقى هو شغال إيه ما شاء الله عليكم إن شاء الله شطار أول ايوه يا جماعه يبقى هي ده ازاي هي از ادوك كده وكده نمبر 2 هسال ولا جاوب مين اللي يحل معايا بالله عليك مين اللي يحل وحده هو صعب ده انا بوريك تحل حتى لو مش عارف تترجم يا عم قول لي هعمل ايه قول لي بس خطواتي انا هنا يا مستر هسال وهسال بكذا فهعمل كذا ها بسرعه كده هنا هسال كم واحد يعرف يرفع ايده بس في 3 4 مش عارفين ايديهم قول لي يا مريم اتفضل بس مش عضك يعني هسال بس فاهم هسال بايه بيقول لي بيشتغل في مستشفى وير هي بتفهم بس يا حبيبي بس 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 يا بواطن وير ها بعد ما حطيت وير الموضوع خلص الاغنيه على طول بعد ما احط السم اخش على الاغنيه ها يبقى انا وير اهو في فعل مساعد يا حبيبتي لا مفيش بيقول لي وركس يبقى داز هي اشيل الاس منها يبقى ايه ورك بس ما عملتش حاجه انا ما عملتش حاجه من دماغ انا طب يلا مين يقول اللي بعدها هي examines them and gives them medicine بيكشف عليهم ويديلهم ادويه ماذا يفعل معهم ها what does ها he do مثلا with them واحد يقول لي how does he treat them كيف يعالجهم how does مثلا هيلب زم ازاي بيساعدهم فاهمين ولا لا ها بيساعد مين بقى المرضى خلاص يبقى ممكن تقولوا كده هاو داز هي هيلب ذا بيشنتس كيف يعالج البيشنتس او ممكن نقول الال بيبل الناس الايه المريضه يعني ده ينفع وده ينفع خلي بالك معايا أربعة وخمس مين يحل نمبر فور does he like helping the poor بحب يساعد الفقراء على طول يبقى ايه ها يبقى yes واعمل مص he does شطار مين يحل نمبر فايف do you like to be a doctor ها yes I do بالله عليكم صعب الديالوج لسه صعب يا شباب ولا ايه طيب حلو قوي مين الرجال الحل بعده ناقصنا كام ده لوك كده 3 يلا معايا ياسر اند هاني ار توكينج اباوت سبورتس بيتكلموا عن الرياضه دو يو لايك دوينج سبورتس ماشي اتفضل يس اي دو اللي بعده اهو بيقول له اي لايك جودو بس لا ليه هو جاوب يس نو حاضر هو جاوب يس نو لا طبعا مش جاوب يس نو تمام ها شباب طيب بيقولوا اي لايك جودو اي لايك ايه جودو طيب يبقى اقول له بس فاهم ايه الرياضه اللي بتحبها بقى وات سبورت وات ايه سبورت وات سبورت كده بس فاهم خش على الاغنيه بقى الحظر بس فاهم خش على الاغنيه دول ها ادور فيهم مساعد فيه مفيش بيقول لي لايك دو ولاي تحول الى ايه يو يبقى وات سبورتس دو يو لايك يلا يا شباب عشان نحل اخر ذلك عشان نصلي
I practice it in the club. اسال بايه بسرعه. Where عشان كلاب ادور فين مساعد فيه. لا اجيب دو ولا دي ولا دز. دو والاي تحول الى يو. يبقى ها وير دو يو ها practice it. الله اكبر العظيم. هجاوب ولا اسال؟ بيقول له is it easy to practice؟ يبقى ايه؟ yes it is. Well, can I come with you? ممكن اجي معاك؟ yes. Yes. You. Okay. Log blazer. طيب بسرعه كده يا شباب. حليت لوحدك ولا ده شغال؟ بسرعه كده حليت لوحدك. بسرعه. لوحدك. طيب ماشي تمام طيب. خلاص يا شباب. بيقول هنا ايه؟ our friend سما hasn't come to school since last week. ما جاتش الاسبوع اللي فات. فرحت له واتس ابيت يا للاسف. بعد سالها سؤال قالت لها هي عملت الحادثه الاسبوع اللي فات. يبقى هي اصلا ما جاتش ليه؟ عشان هي عملت ايه؟ عملت حادثه. يبقى هتقول لي كده هي عملت حادثه اقولها ازاي؟ هي زي ما هي عندك ايه؟ اقول شي ايوه 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 شي had an accident. بسرعه يا شباب. بعد كده واتس ابيتي يا للاسف سال سؤال وشي had an accident last week. الاسبوع ليه؟ يبقى امتى؟ متى؟ يبقى وين؟ ادور فين مساعد فيه؟ هاد ده مساعد ولا اساسي هنا؟ شيليه كده؟ شي ان اكسيدنت هي حادثه. اساسي يبقى اجيب ايه؟ مفيش يبقى في الماضي اجيب ايه؟ ديد والشي زي ما هي ايه؟ وارجع هاد لما اصلها تبقى ايه؟ have. يبقى when did she have an accident؟ امتى عملت الايه؟ الحادثه. Can I come with you to visit her؟ ممكن اجي معاك؟ يبقى yes. yes بدل اليو تبقى ايه؟ الاي تبقى ايه؟ تبقى يو. احنا في رقم كام؟ نمبر 3. معلش انا اسف ده سؤال انا اسف. No she is at home. لا ده هنا خدعه يا محمد. لا ده هي في البيت. ما هو لما يقول لي لا لازم يقول لي نوت عشان اعمل مقص. اولا هسه بفعل مساعد صح؟ موجود عندي صح؟ از شي لا يا جماعه ينفع مش احنا بنقرا بنترجم. بيقول لي لا هي في البيت. يبقى انت تقول له هل هي في البيت؟ فقال لك لا ده في البيت. هل هي في المستشفى؟ يبقى از شي ات ها هوسبيتال now number 4. can I come with you؟ ممكن اجي معاك؟ ها yes you can. number 5. when will we visit her؟ امتى هنزورها؟ ها هنشيل when ونعمل مقص. يبقى هنقول ايه؟ we will visit her. هنزورها مثلا next week او tomorrow. خلاص next week او tomorrow اي حاجه من ايه؟ من اللي هتدل على المستقبل دي. ماشي هسيب اخر دايلوج بقى انت تحله. خلاص الموضوع سهل بس شفهه كده وسريعا. يلا where did you go last Friday؟ هتقول له I went to مثلا ها the farm. هيسأل سؤال تاني قال له I went to my farm. بس يا بابا بس يا حبيبي ذهبت فين؟ ذهبت كذا. صار تسأل سؤال قالت وانت كمان I went to the, my farm's my uncle's farm. رحت ليه؟ لمزرعه عمي. وبعد كده سال سؤال I helped my uncle. انا ساعدت عمي فين؟ عمله اخر ما اخر واحده بيقول لي how long كم المده اللي هتقعدها هناك؟ تقول له اي مده بقى انت قعدتها يعني كم مده اللي انت قعدتها هناك. في مشكله؟ ده دايلوج بسيط جدا. طيب طيب في مشكله كده الدايلوج الاخير ده ايه؟ ازاز فيه كده لو في حاجه قول ابعتها لي على طول.
طيب الناس اللي معايا على يوتيوب يا رب تكونوا انتوا استفدتوا من الفيديو ده. الفيديو ده مهم جدا ازاي تحل ديالوج بطريقه سهله خالص. اتفرج عليه وحل اي ديالوج. لو محتاج حاجه ابعت لي رسائل على الواتساب او الجروب دروس انجليزي مجانا مع مستر اشرف عابد على الفيسبوك. وفي محاضرات ليالي امتحان لزوم في الثانوي ومن اول ثالثه اعدادي وثانوي ولو ثانيه ثانوي. لو عايز يحجز فيها ابعت لي برده على الواتساب. واللي محتاج المذكرات ابعت لي برده وانا هقول له دي بمصاريف بسيطه خالص. اشوفكم على خير المره الجايه. ما تنسوش تشجعوني وتعملوا شير للفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.